مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره. مستات ما بيعرفوش يكذبوا. النهارده في حلقتنا هي اولى الحلقات اللي موجوده ومصر فيها رئيس لجمهوريه، سواء كنا من مؤيدينه سواء كنا من مؤيدين المرشح الآخر. علينا أن نقول ألف مبروك للدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأنه رئيس لكل المصريين. مساء الخير لمنى ومساء الخير لأميرة. مساء الخير يا مفيدة ومساء الخير يا أميرة، ومبروك طبعا للرئيس المنتخب دكتور محمد مرسي، ونتمنى للشعب المصري النهوض بمصر الجديدة، ومش يعني مش هيكون مسؤولية الرئيس وحده، هيكون مسؤولية الشعب كله إن احنا نبني مصر الجديدة مع كل القوى السياسية وكل الاختلافات. مبروك لمصر وربنا يعني يطلعنا من نجاح لنجاح ونهضة لنهضة إن شاء الله. امبارح أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن نتيجة معركة الإعادة بين المرشحين المتنافسين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، وقد أسفرت النتيجة عن نجاح الدكتور محمد مرسي بالإرادة الشعبية. ده حدث تاريخي جلل. إحنا بنهني الدكتور محمد مرسي كرئيس منتخب للمصريين، وبنطلب ربنا يعينه على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه، وبنهني المصريين كلهم بأنهم أول مرة ينتخبوا رئيس جمهورية بإرادتهم الشعبية من أيام مينا موحد القطرين. نعم، وده هيدخلنا وبسرعة لموضوع حلقتنا النهاردة. النهاردة احنا فكرنا مع الأستاذة سهير نعمل ايه في حلقتنا النهاردة، فالنهاردة قررنا ان احنا نتكلم عن المصالحة الوطنية. لكل مشاهدين احنا محتاجين ان احنا يبقى بيننا وبين بعض نوع من المصالحة، والمصالحة على فكرة هي إرادة وقرار، لان احنا كلنا مش مختلفين عن حاجه واحده، احنا بنحب مصر، بنموت وبنعشق في تراب البلد دي. ازاي كل واحد فينا بيفسر او بيعبر عن حبه لمصر، هو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نتقبله من الواحد للاخر. اميره ومونه ممكن بيكون بيفكروا بطريقه تانية غيري، انا بفكر غير مونه، انا بفكر غير اميره، بس في حقيقه الامر احنا مش مختلفين، احنا بنحب بلدنا اللي هي اسمها ايه؟ مصر. منى انا اتفضلي يا استاذ. طيب، هو في سنه ونص من عمر ثوره 25 يناير مصر عاشت صخب سياسي ضخم جدا. هذا الصخب السياسي انعكس في خلافات بين وجهات النظر المختلفه، بين الميادين المختلفه، بين النخب وبين الناس وبين الفضائيات، بين الجرايد. وهذا الصخب السياسي قعد يتطور ويتطور من مجرد الاختلاف اللي ابتدى يبقى فيه موجات من السخريه، ثم موجات من الشتائم، ثم موجات من التخوين، ثم موجات من التهديد. وفجاه صحينا من النوم بقت الناس كلها بتقول يا نهار اسود، هو في ايه؟ هي البلد كلها واقفه على ضوافرها كده ليه؟ هي كل الناس متربصه ببعض كده ليه؟ هي كل الناس كارهه بعض كده ليه؟ طبعا دي مبالغات، لكن الحقيقه انه قمه الصراع السياسي اللي اتشخصن وبقى فيه ناس بتشتم بعض وناس بتهدد بعض وناس بتتريق على بعض، والفيسبوك والتويتر والفضاء والجرايد، كل حاجه بقى فيها جو محموم من الصراع السياسي. المعركه الانتخابيه بتاعه الرئاسه خلصت، واصبح لنا رئيس لكل المصريين، زي ما مفيده قالت في بدايه الحلقه، من كان يؤيد ومن كان يؤيد غيره. النهايه النهارده كلنا متعلقين في رقبته وهو متعلق في رقبتنا. طب هنعمل ايه بقى؟ هنفضل واقفين على ضوافرنا اهلي وزمالك نحدف بعض بالطوب؟ هنفضل كل واحد متشكك في الاخر ومتربص بيه؟ هنفضل كل واحد بيخون التاني وبيقول انا بس اللي بحب مصر وبحبها بطريقتي وطريقتي صح، وانتم الى جهنم وبئس المصير، ولا الى مزبله التاريخ، ولا الى مش عارف ايه؟ ولا هنحل ده عشان نتحرك بمصر القدام اللي هي الحقيقه هدفنا الرئيسي، نتحرك بمصر القدام. انا في رايي بدايه الحل هو التصالح مع النفس، يعني انا اتصالح مع نفسي عشان اقدر اقبل مفيد، اقدر اقبل امير اللي بختلف معاه، وان كان الفرق حتى لو مش متباين قوي، لكن لازم اتصالح مع نفسي الاول، لازم اعود نفسي، وده بيبقى الحلم بالتحلم، يعني اعود نفسي ان انا اسمع الاخر، واكيد عندك راي مخالف ليا بس احترمه، هيضيف لي حاجه لشخصيتي ولقناعاتي والعكس تماما، فانا لازم احترم الاخر. كان في احد الساسه الانجليز سال حد سؤال وما حدش رد عليه خالص، قال له هو العرب بيتفقوا مع الصهاينه، هم ليه مش قادرين يتفقوا مع بعض؟ واحنا ليه كعرب مش قادرين حتى نتفق مع بعض؟ هقول لك حد النهارده فيلم شورت وفانيلا وكاب، لما كانوا جايبين مجلس المفروض
صاله كده فيها اجتماع القمه العربيه باين فوزراء العرب معرفش ايه، فكل واحد يتخانق في التاني وين يقول المشهد منتهي بنكته كوميديه فكله يضحك. طبعا كتير جدا من اصدقائنا بيتفرجوا علينا يقولوا لنا ايه ده، ايه ده انتوا بتقولوا ايه، انتوا كنتوا على فكره انتوا مش مظبوطين. انا عايز اقول لكم حاجه، انا من حقي ان يبقى ليا وجهه نظر زي اميره وزي منى، لكن انا كمان بحب كل واحد بيتفرج علينا، ولا يصح ابدا ان انا علشان خاطر يبقى عندي اي نوع من الاراء افرضها على اي حد بيتفرج عليا. وان امان البلد دي وامانكم انتوا وعلوها وقوتها بيزيد من قوتي انا كاعلاميه، فعشان كده احنا مقررين ان احنا ننبذ كل الخلافات. احنا عايزين مصر بلدنا تبقى اقوى من كده، عايزين كل الشباب ده اللي بيتفرج علينا ينزل يشتغل ويفرح ويتجوز ويصيف ويهيص والدنيا تبقى حلوه، الدنيا مش سودة. عايزين نقرر ان احنا كلنا ايد واحده، كلنا مصريين مسلمين ومسيحيين وكل الناس الموجودة بتفرج علينا النهاردة، احنا بنبتدي خطوة جديدة، عندنا احترام قانون، عندنا احترام بلدنا، عندنا احترام الكبير، ونقول بقى يا رب يا رب يا رب بقى اكملها على خير وخلينا نطلع، خلينا نطلع، احنا تعبنا وكل الناس بتفرجوا علينا تعبنا. عشان كده احنا النهاردة مقررين ان ده يبقى موضوعنا، تعالوا نتعلم ازاي نصالح بعضنا البعض. طيب خليني اقول حاجه، ان المصالحه الوطنيه اللي انا شخصيا مشغوله بيها جدا واعتقد مصريين كتير، ما هياش فكره اننا ننكر الخلاف بيننا وبين بعض. صح. احنا بيننا اختلاف في وجهات النظر، في شكل المستقبل، في كيفيه الوصول اليه، في طريقه حل القضايا اللي بتؤرقنا جميعا. مش معنى اننا بنتصالح وطنيا ان يلا بوسوا بعض وحبوا بعض وتصوروا قصاد الكاميرات واحنا حبايب ويلا نلعب بوبي الحبوب. مش ممكن. لا مش كده. المصالحة الوطنية تبدأ باني اعترف ان انا عندي وجهة نظر ومفيد عندها وجهة نظر ومنى عندها وجهة نظر. صح. وان احنا الثلاثة بنحترم وجهات نظر بعض، واذا اي منا اتيحت له الفرصة انه يطبق وجهة نظره على الارض ما بقاش متربصة بيه وقاعدة بتلكك له، وافتكر المثل الشعبي بتاع جدتي حبيبك يبلع لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. ما نبقاش طول الوقت واقفين مستنيين ان مين هيتكعبل فنعمل زي الاطفال السذج، اول ما نلاقيه وقع على الارض نقوم ضاحكين ببلادة. صح. تمام. عايزة أقول مقولة لطيفة قوي يعني قالها الحكماء في الصين من 24 قرن، قالوا عامل الآخرين بما تحب أن تعامل به، يعني احترام رأي الآخر. والسيد المسيح عليه السلام برضو قال لحواريه في من الكلام اللي قاله أن يحبوا أعدائهم ويباركوا لاعنيهم ويغفروا للمسيئين إليهم، ثم قال سيدنا محمد عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بالضبط كده. ممكن أقول محتاجين جملة. ممكن محتاجين أحضر بس محتاجين ان احنا نستبعد اي نوع من خيارات العنف، محتاجين ان احنا نبقى مصممين ان احنا نتعاون مع بعض، كل واحد فينا يطلب من التاني ها اعمل لك ايه علشان خاطر بلدي تقوم، انا مستعد، انا تحت امرك يا سيدي، انت مهم جدا بالنسبه لي. وهسيب لاميره الكلمه اللي عايزه اقولها قبل سؤال الفيسبوك. حاجتين، الحاجه الاولانيه انه فعلا فكره المصالحه الوطنيه ايضا تقوم على قبول راي الاغلبيه والاقليه. بالزبط. وان الايام دول ناس هتبقى في يوم اغلبيه وناس هتبقى اقليه. الحاجه الثانيه طولة البال تناول الامل، محدش معاه عصايه سحريه، يعني لا المصالحه الوطنيه هتتم بين يوم وليله، ولا اي برنامج سياسي هيتطبق على الارض بين يوم وليله، ولا القضاء القانون احترام حق الاخر نبذ العنف مش عندي رغبه في الانتقام، مش بناء الثقه. بس قصه الانتقام دي ده انا هقطع وشكم. لا مين يقطع وش مين؟ ومين هينتف ريش مين؟ مين ينتف ريش مين؟ مين يجرؤ انه ينتف ريش اي مصري موجود؟ لان خلاص احنا كل المصريين بقينا كلنا ايد واحده، لا احد يملك في مصر انه ينتف ريش مصري تاني، لان احنا هنكون واقفين بندافع عن هذا المصري، احنا كلنا مصريين، لا احد يملك انه يؤذي اي مصري ولا يستبعد حد ولا يقصيه ولا يقول له انت بره الاتفاق الوطني ولا انت بره رضوانا ولا انت بره اغلبيتنا، مفيش كلام من ده. يا جماعه الثوره لسه يعني لسه بيقولوا ايه نارها ما بردتش، الثوره في الميدان، الثوره لسه نارها ما بردتش، والثوره قامت على فكره كلنا من حقنا نتكلم والشعب يريد
يعبر عن نفسه، فما يجيش كده حد بصدر مفتوح ويقول لا انتوا بره او هم بره، ما فيش كلام من ده. المصالحه الوطنيه اساسها كده. التنتيف عند الفرجيه من وجهه نظرك. تقولي سؤال؟ سؤال الفيسبوك النهارده بيقول من وجهه نظرك الوطنيه، من وجهه نظرك المصالحه الوطنيه تبدا من قبول الاخر، اعلاء مصلحه الوطن، الاثنين معا. الاثنين معا. الاثنين معا. قبول الاخر الوطن. قبول الاخر لاعلاء مصلحه، اعلاء مصلحه قبول الاخر لاعلاء مصلحه. يعني لما اعلي مصلحه الوطن ما بقاش معتبره ان بقيت مواطني اعداء، ما بقاش معتبره ان يا رب يموتوا يا رب يتغلبوا يا رب يتكبسوا. اعلاء مصلحه الوطن، هي في النهايه الجيم كله بيدور حوالين الوطن. طيب ولا في ايه؟ طيب منى هتقول لنا ضيوفنا النهارده في فقره الاسئله هيكون الدكتوره ثريا عبد الجواد استاذ الاجتماع بجامعه المنوفيه، ودكتور ياسين لاشين استاذ الراي العام بجامعه القاهره. النهارده الاثنين، الاستاذه اميره النهارده الاثنين. الاستاذه اميره معانا، انا كمان الاثنين عندي ملخبطه. عندنا الفقره القانونيه لكل اصدقائنا، ارجعوا بقى شوفوا كل الاستشارات القانونيه اللي انتم عايزين تسالوها، احنا تحت امركم. لكن موضوعنا النهارده عن الطلاق للضرر، واعتقد ان احسن واحده تقدر تشرح لنا يعني ايه الطلاق للضرر هي الاستاذه. الطلاق للضرر ده محتاجين يا مسهل يا رب هنتكلم في اخر فقراتنا طبعا زي كل يوم. الستات ما بيعرفوش يطبخوا لكن بيتعلموا، او كتاب الله، وهيعملوا لنا عزومه في رمضان او كتاب الله. معانا صديقتنا نورهان من القاهره، وهتعمل لنا مقلوبه، والمقلوبه دي اكله فلسطينيه مش منتشره في بيوتنا قوي، بس بجد وجبه جميله جدا. استعدي للمقلوبة مفيدة. نطلع لفاصل ونرجع بعد كده مع حوارنا النهاردة المصالحة الوطنية، وضيوفنا الأعزاء الدكتورة ثريا عبد الجواد والدكتور ياسين لاشين. مش عيب ابدا ان احنا يبقى عندنا خلاف سياسي، لكن العيب ان الخلاف ده ممكن يتقلب الى اقصاء الاخر، الى عنف، الى عدم ثقه. محتاجين ان احنا نتقبل جدا الخلاف السياسي اللي موجود، ويبقى بيننا وبين بعض نوع من الحوار، نوع من بناء الثقه، نوع من التعاون. نحاول نوصل لنقطه في النص، احتمال النقطه دي تبقى هي اقوى النقط اللي تعلي بلدنا وتكبرها. موضوعنا النهارده عن المصالحه الوطنيه، ويسعدنا ان يكون موجود معانا النهارده في الاستوديو الدكتوره ثريا عبد الجواد استاذ الاجتماع بجامعه المنوفيه، والدكتور ياسين لاشين استاذ الراي العام بجامعه القاهره. اهلا بحضراتكم. اهلا بيكم منورين. دكتوره ثريا، الفتره اللي فاتت وصل الصراع السياسي لقمته في المجتمع المصري، لدرجه ان بعض الناس ابتدت تقول ايه ده، هو احنا داخلين على حرب اهليه؟ هنقف فريقين نموت في بعض؟ تفتكري فكره المصالحه الوطنيه والتقاط الانفاس وتقبل الاخر دي فكره مثاليه، ولا فكره ممكن تطبيقها على الواقع، وازاي؟ يعني اولا فكره المصالحه الوطنيه ليست فكره مثاليه بالاساس، لانه هو المفروض ان اي مجتمع الحقيقه حتى يحقق انجازاته ويحقق مشاريعه لابد ان يكون هناك نوع من التوافق بين القوى الاجتماعيه والسياسيه حتى يستطيع ان ينجز مشاريعه الخاصه. فهي ليست فكره مثاليه، وانما هي فكره اساسيه لدعم المجتمع واستقراره ومزيد من التقدم. الحقيقه فكره المصالحه الوطنيه بتطرح نفسها النهارده علينا باعتبارنا مجتمع بيشهد ثوره. اي مجتمع بيشهد ثوره بيمر بمرحله انتقاليه، هذه المرحله الانتقاليه بتعاد فيها ترتيب قواعد الدولة، كيان الدولة، بناء الدولة بشكل يتفق مع المعايير التي قامت من أجلها الثورة. ولكن بيبقى شيء مهم جدا، أنه في قوتين بتتنازع داخل المجتمع بعد الثورة، اللي هي القوى الثورية اللي من هدفها تحقق مطالب الثورة، والقوى المضادة التي تحاول أن تستعيد مناصبها وتستعيد مكانتها وتستعيد جزء من هيبتها داخل التنظيم الاجتماعي. عفوا، الأيام دي الناس بتقول أن الصراع ليس هكذا، وإنما الصراع بين من يؤمنون بالدولة المدنية ومن يؤمنون بالدولة الدينية. أنا بس أكمل لحضرتك. أنا بكمل إنه هل هي فكرة خرافية أو هل هي حاجة مش مفروض إن إحنا نطالب بيها؟ أنا بقول لا، في وقت السلم وفي وقت الحرب مطلوب مصالحة وطنية. أوكي. حتى ننجز ما نريد أن ننجزه. لكن بقول عمليا نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية، لأن المرحلة الانتقالية بالترتيبات التي حدثت بها، بالإجراءات التي
التي تمت فيها أوجدت نوع من الخلل في العلاقات الاجتماعية، في منظومة القيم، في نوع من الإقصاء والتهميش لبعض قوى اجتماعية في مقابل سيطرة قوى اجتماعية أخرى، في عدم ما يسمى بعدالة اجتماعية وسياسية وتوازن اجتماعي ينهض بمهام المرحلة الانتقالية. وبالتالي نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية واجتماعية. والحقيقة يعني أدبيات العلم بشكل عام بتؤكد على أن المصلحة الوطنية أساسا في المرحلة الانتقالية جزء مما يسمى العدالة الانتقالية. المرحلة الانتقالية لابد أن تتوفر فيها العدالة الانتقالية، بمعنى نحن نتعامل مع كل الفئات والقوى الاجتماعية بشكل متوازن، ان احنا نحاول الا نقصي طرف على طرف، الا نخون طرف ضد طرف، الا يكون هناك جو من الريبة والشك والتخوين الشديد جدا في المجتمع. وبالتالي بتصبح قضية المصالحة الوطنية قضية ضمن معايير تحقيق العدالة الانتقالية للوصول الى الدولة المدنية التي نبتغيها او الدولة الديمقراطية، فهي مطلب أساسي وضروري وحيوي في هذه المرحلة. مطلب أساسي. هاخد من كلام حضرتك وأسأل دكتور ياسين لاشين، بعض الشارع لا يكف عن الحديث ونقل الإشاعات، بعض الساسة استخدموا الشارع في الوصول لأهدف، بعد كده رجعنا نقول الشارع اتلخبط، إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه العوائق المصلحة الوطنية اللي احنا عايزين نوصلها؟ إيه اللي بيعوق دلوقتي، الشارع ولا الساسة؟ أنا هبدأ من الجزء الأخير من كلامك، أن بعض الساسة استخدموا الشارع للوصول إلى مصالحهم أو لتحقيق أهدافهم. تمام. هو مشروع أن يستخدم الساسة الشارع، لأنه هيلجأ لمين غير الشارع عشان يحقق هدفه. تمام. ولكن كيفية الاستخدام هذا، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ هل هي طبيعية أو غير طبيعية؟ هل هي سيئة أو جيدة؟ هذا ما نستطيع أن نحكم عليه في أو اللي نقدر في ضوءه نقيم التجربة اللي فاتت. لكن خليني أبدأ بما عليه المجتمع المصري النهاردة. المجتمع المصري النهاردة لو مشيت في الشارع امبارح هتلاقي ناس فرحانة، وناس فرحانة لو سألتهم فرحانين ليه أهم بهايص وخلاص، وهتلاقي ناس واكلة ليمون يعني ماشية زعلانة، وعندك نص المجتمع كده ونص المجتمع كده في صوته، ونص المجتمع قاعد يعني ما أنتك في البيت مستني حد يجيب له حقه وقوله تفضل على طبق من فضة. تمام. نحن المصريون تقاعسنا إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة، اللي بقى المجتمع 51-48 51-49 أو النتيجة اللي طلعت. وحالة الشقاق في المجتمع المصري دي مش موجودة النهاردة ولا موجودة بعد الثورة. احنا عندنا من قبل الثورة في حالة من الشقاق في المجتمع المصري، أغنياء جدا وفقراء جدا، ناس متمتعين بكل الامتيازات. كان طبيعي ان احنا نوصل للدرجة دي. ده اللي أدى إلى ان الثورة تقوم. فمعنى كده ان هناك حالة من عدم الرضا، وعدم الرضا الشديد التي والغضب كانت والغضب اللي خلتنا نطلع التحرير ونصور على نظام ونبعد هذا النظام بقدر استطاعتنا. ولكن رغم ان المصري معروف ان نفسه طويل، يعني احنا المصريين مشهورين حتى ما نطلع نشتغل بره مناضلين ومكافحين، وما فيش حد مننا طلع يجيب شهاده وما جابهاش. في انا يعني زمايلي من الدول العربيه وتلامذتي بيطلع يجيب الشهاده، نصهم يجيب الشهاده، ربعهم يجيب الشهاده، وثلاث ارباع الدكتوره تشهد، بيرجعوا بيوتهم او لاولادهم من غير شهادات. احنا ما فيش حد طلع وما جابش شهاده، ما فيش حد طلع لو حاول انه يعني بسيط قوي اللي ما حققش درجه نجاح، لاننا من اكثر شعوب الارض مثابره وتحملا. فاحنا ما استحملناش بعد الثوره، فرحنا بان احنا عملنا اللقطه بتاعه ان احنا شلنا نظام الحكم وشلنا راس النظام وما قعدناش لغايه ما كملنا المشوار، فالمشوار اتخذ مننا. يعني اخر من جاء هو اول من ذهب، وهو اول من جنى الحصاد. انا معاك يا دكتور، بس احنا حاليا في وضع احنا علينا ان احنا نحترم اراء الملايين اللي اختاروا هذا الوضع. نعم، وانا احترم الوضع. ازاي بقى احاول اجيب المجموعه الاخرى واقول لهم تعالوا ما تزعلوش، تعالوا نخش كلنا ونبقى بدل ما يبقوا هم مجموعه واحنا مجموعه، عايزين نبقى كلنا مجموعه واحده ونقتنع ببعض ونحاول احنا نبقى مركزين نعلي بلدنا ازاي؟ نقول لهم ايه؟ البدايات يمشوا عليهم ازاي؟ يمشوا عليهم ازاي؟ نتكلم على الوضع الطبيعي ولا نتكلم الامال والحاجات؟ لا احنا في منتهى الصراحه، احنا الوضع الواقعي. الوضع الواقعي ليس من السهوله ان تحققي المصالحه الا بتنازلات مؤلمه، وتنازلات مؤلمه من جانب مين؟ الجماعه اللي خدت السلطه.
الطرف الأقوى، الطرف الأقوى يصالحهم يعني. وأنا أنصح، وأنا أنصح هذا الطرف الأقوى وهو الدكتور رئيس الجمهورية وطرف اللي معاه أن يقدم تنازلات، لأنك أنت لو قريت البرنامج الموجود والبرنامج بتاع الجماعة الإسلامية الموجود هتلاقي فيه يعني تحقيق لمصالح هذه الجماعة بشدة، ومعروف عنهم أنهم شديدي التمسك بمطالبهم. مطالبهم لا تتمشى مع رغبات 50% من الشعب المصري على الأقل، أكثر من 50%. ما احنا 50% من اللي صوتوا، خدي بقى عندك، خدي بالك، خدي بقى عندك يعني 35 مليون ما لهمش حق تصويت، بس لهم مطالب يعني، يعني حتى غير الناخبين. عدم مشاركتهم حتى في الانتخابات مش معناه انهم مهمشين من المجتمع او بس عدم مشاركتهم في الانتخابات يلاموا عليه طبعا، بس في النهاية ما اقدرش النهارده اتجاهلهم واتجاهل وجودهم واتجاهل قضاياهم. نحن مصر هتردي مع نحن مصر شعب واحد وأمة واحدة، ومن الضروري أن نتكاتف من أجل بناء هذا الوطن، ومن أجل بناء هذه الأمة، ومن أجل أن يكون لنا مكاننا اللي كان لنا والمفروض يبقى لنا وما نتنازلش عنه. كويس، ده بيتطلب تنازلات مؤلمة في بعض الأحيان لبعض الأشخاص أو لبعض الجماعات، ومحدش يضحك علينا، محدش يقول لي يعني أنا هسيب حزب كنت أنا عايش فيه طول عمري وهستقل منه وخلاص هتخلص منه وانتهينا. خلينا نكون واقعيين، ويعني يعني ما تكلمني بصراحه اكتر، تقول بصراحه يعني هو بصراحة الرئيس الجديد عليه ان هو يخترق ايه ويعمل ايه علشان يراضي بقيه المجموعه اللي ما كانوش موافقين او من لم ينتخبوه. احنا عايزين رئيس جديد يبقى رئيس، رئيس للمصريين، رئيس بكل امكانيات للمصريين كلهم، بكل امكانيات وصلاحيات الرئيس، بدون محاباه اللي وقف 80 سنه عايز يجني الحصاد بتاع 80 سنة مراكز ومواقع وإلى آخره، واللي قاعد مهمش بقاله 30 سنة برضو عايز يجني ثمار الثورة. فهنا آراء يعني مصالح بتتعارض، أعتقد أن هذا التعارض مشكلة في حد ذاته، ولكن هي مشكلة لابد أن نبحث لها عن حل، وحل واقعي يتماشى مع ظروف وإمكانيات الدولة المصرية. طيب خلينا ننقل، ما احنا هنكمل مناقشة عشان ناخد حتة حتة بس. فضل. دكتورة سرية، احنا سنة اولى ديمقراطية صح؟ يعني لسه احنا كي جي وان احنا طالعين من مجتمع كانت الانتخابات استفتاء وتسعة تسعات واحزاب الناس رأيها فيها انها احزاب بتشارك كنوع من الديكور او كرتونية او ورقية او حتى مع افضل النوايا عاجزة عن التواصل مع الشارع، وبالتالي ما كانش في ناس في احزاب ولا حد بينتخب انتخابات ولا بيستخدم بطاقات انتخابية ولا اي حاجة. لما بدأنا الثورة وبدأ الصراع السياسي وفرق وحوارات وبتاع، في ناس بتقول انه ما زلنا نحمل في بقايانا الديكتاتورية القديمة، ان كل تيار او قوة سياسية او تحديدا تيار الاسلام السياسي ما زال يحمل في بقاياه ديكتاتورية الزمن القديم. هو ما كانش ديكتاتور، هو كان مجني عليه، لكنه يحمل نفس السلوك، وبالتالي جاي بروح انه عايز يفرض هيمنته على مؤسسات الدولة وعلى بقية الفصائل والتيارات السياسية ويلغي الجميع. تمام، ده هنعالجه ازاي معاه؟ مش الناس هتقبله ولا لا، الناس دي قضية تانية هنناقش فيها مع الدكتور، انما معاه يعني ده بقايا ديكتاتورية علينا نتعالج ازاي، نعمل ايه رأيك؟ انا يعني قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال، حقيقة دايما بيقال في كل وسائل الاعلام دلوقتي مقولتين على قدر كبير من الخطورة. المقولة الاولى اننا علينا ان نقبل نتائج الصندوق ونحترمها ونزعن لها، وهذه مقولة الحقيقة مقولة حق يراد بها باطل، بمعنى ان انا لست في مجتمع مستقر ديمقراطيا ومستقر سياسيا، وانما في لحظة تحول شديدة الخطورة، بالاضافة الى ان القوة المصوتة نفسها ليست على قدر من الوعي والقدر من النباهة السياسية لدرجة والقدرة على الاختيار السليم. ما انا هقول لحضرتك، انا برد في اصبري. فانا عايزه اقول انه اقبل نتائج الصندوق اذا كانت الانتخابات تجري في ظروف عادية، اذا كان هناك في نوع من الوعي. انا عايزه اقول انه الاصوات اللي انا بتحدد مصيري، وبأسف ان بقول كده، هي اصوات من الاميين، اصوات من اصحاب العوز الاجتماعي والاقتصادي. دي لعبة الديمقراطية. ما احنا معلش، المقولة الثانية الخطأ برضو قبل ما جاوب على سؤال حضرتك، نحن بنقول ان نص المجتمع
قبل هذا فكيف نعيد النصف الآخر لكي يتوائم ويعمل مع النصف الذي وما مهمة الرئيس في إطار النصف الذي اختاره. أنا عايز أقول أن النصف الذي اختار الرئيس ليس كله فعليا هو نصف المجتمع أو نصف جمهور المصوتين، لأننا شهدنا يعني أكثر انتخابات خطورة في التاريخ، وهي انتخابات كراهية، بمعنى أن كثير جدا ذهبوا لشفيق ليس حبا في شفيق وإنما هربا من مرسي. وأيضا بالنسبة لمرسي ذهبوا إلى مرسي ليس حبا في مرسي أو في التيار الإسلامي وإنما هربا في شفيق. وهذه الحقيقة حالة من الحالات الخطيرة جدا التي تمر في تاريخ المجتمعات. لحظة دكتور، احنا دايما المجتمع يقدم نماذج غير معروفة للعالم. بالتأكيد احنا شعب نموذج انتخابي جديد سوف يدرس. والله دكتور يعني أحد الحقيقة أحد الشباب علق على هذا النموذج الذي يجري في الانتخابات بان احنا اخترنا نموذج الديمقراطيه اللي تحت الحوض يا لينا. بالظبط هو كان نموذج الديمقراطيه اللي تحت الحوض، اعمل مجلس شعب، اعمل برلمان، لا الرئيس الاول، لا الدستور الاول، لا فك حل مجلس الشعب، لا اعمل اعلان دستوري، لا كماله، لا مش كماله. الحقيقه حاله من الارباك الشديد جدا. عايز اقول بقى هذا قد حدث، ما الذي يجب عمله للموائمه؟ ما الذي يجب ليه بالنسبه للرئيس الجديد؟ كيف يمكن لم الشمل؟ كيف يمكن عمل مصالحه وطنيه بين كل القوى الوطنية؟ أقول على جميع القوى السياسية في مصر أن تدرك أننا في لحظة تاريخية بتتطلب تكاتف القوى كلها والتنازل عن حالة الإقصاء والتخلص من ثقافة الاستبداد، وأن هذا لن يحدث إلا مع الميراث والميران الديمقراطي. وإحنا بنقول إحنا في سنة أولى ديمقراطية. ناخد تليفونات ونرجع مرة تانية نكمل هذا الحوار. معنا تليفونات. أسامة مساء الخير. أستاذ أسامة. السلام عليكم. أهلا عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مبروك لمصر. بالظبط. قناعتي إننا شعب زي الفل. شعب زي الفل بصعايدته وفلاحينه بأقباطه ومسلمينه. بكل طوائفه أكتريته وأقليته. ولكن لنا عدو بقى، وعدونا مش لقينا ملكة علشان يسيطر علينا، فدعب على إنه يخوفنا من بعض. عن طريق بقى التخوين والتشكيك عملا بالحكمة القائلة فرق تسد. صحيح. لكن احنا لازم يبقى لنا واقفة مع النفس، يعني نقف قدام المراية ونفتكر اننا اصحاب حضارة، ومش اي حضارة، دي حضارة عريقة. صحيح. ونفتكر اننا بهرنا العالم، ولازم نبقى على يقين اننا امامنا مستقبل جيد ان حبينا بعض وبطلنا نخون بعض. صحيح. ونحترمنا قيامنا وكبراتنا وعطفنا على ضعفنا وصغرنا. صح. وأرجو صح. أن نستوعب بأننا بإذن الله مقبلين على مرحلة أحسن بأي حال من الأحوال من اللي كنا فيه. ويا رب يا رب يدوم الحب والمحبة بيننا، فبدون المحبة هنبقى أسوأ مما كنا فيه. وشكرا. نشكرك أستاذ أسامة. شكرا. ومعانا هبة. أهلا وسهلا أستاذ هبة، تفضلي. ألو. أهلا وسهلا. ازيك يا مفيدة؟ ازيك يا أميرة؟ ازيك يا أهلا وسهلا هبة. زي ظروفكم كويسين قوي، انا كان نفسي اكلمكم في ظروف احسن من كده بصراحه. يعني ليه؟ الحمد لله الظروف كويسه يا هبه، لازم نقول الحمد لله. يعني ولو قلتوا انها كويسه يبقى انتوا ما بتقولوش اللي جواكم. لا عايزه ايه يا هبه؟ عايزه تقولي ايه يا هبه؟ لا انا قلتها في التقديم يا هبه، قلت لك ان احنا واجبنا دلوقتي ان احنا نحافظ على كل مصري موجود ووجوده والحياه بتاعتهم اهم من اي قرار او راي لينا. احنا ما قلناش حاجه، احنا من الاول بقول المصالحه الوطنيه. لا لا هي بتقول لك مصالحه على اي اساس يا فندم؟ مصالحه على اي اساس؟ احنا لصالح مصر. اتفضلي قولي رايك. دلوقتي بيضربوا دماغهم في الحيط. احنا من ال 12 مليون ونص اللي انتخبوا الفريق السفيه اللي احنا بنضرب دماغنا في الحيط دلوقتي، ومطالبين ان احنا نقبل نتائج انتخابات ما بتعبرش عننا. طب هقول لك حاجه، طب ترضي ازاي؟ ارضى ازاي؟ انا مش هرضى، وهفضل اربع سنين مش راضيه. طيب بص يا هبه، الف ب ديمقراطيه ان في فريق بيهزم وفي فريق بيكسب. احنا نهزم بشرف، احنا ما هزمناش بشرف. معلش بس ثانيه واحده، في فريق بيكسب وفي فريق بيهزم. كل ممكن المهزوم ممكن يحس انه هزم بشرف او هزم بخديعه او هزم نتيجه لعدم التنظيم او الاخر هو الغلطان او هو اللي غلطان. يعني ده حديث. هزمت يا فندم، واحنا اتهزمنا بكيلو لحمه وب 200 جنيه عظيم وعملوها فينا. طب تسمحي لي، لما نبقى اتهزمنا من وجهه نظر حضرتك بكيلو لحمه، يبقى علينا او يبقى هذا الفريق هزم بكيلو لحمه، يبقى على هذا الفريق
أن يعيد مخاطبة جمهوره وإعداده للمعركة الانتخابية الجاية. هي دي الديمقراطية. وإن ده مش نهاية الدنيا. غضب ولا خناق. بشكرك يا هبة. و أستاذ هاني. ألو أستاذ هاني. ألو. ألو. مساء الخير يا فندم. ألو. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. تحياتي لحضراتكم. ميرسي يا فندم. انا دلوقتي عاوز اتكلم على فكره المصالحه الوطنيه. فكره ان يبقى في مصالحه وطنيه فده هو دي فكره غير صحيحه وغير منطقيه. لازم نفرق بالضبط ما بين المصالحه الوطنيه ما بين القوى الثوريه والقوى الوطنيه والقوى التقدميه، ودي مساله ممكن نتناقش فيها. لكن المصالحة مع رموز النظام السابق والمصالحة مع من أفسده في الحياة السياسية ده لا يمكن التسامح معه. نيجي على المرحلة الثانية، فكرة المصالحة الوطنية بين القوى الثورية. أنا أعتقد أن هناك بعض الجماعات وهي الجماعات الإسلامية بالتحديد تحاول إقصاء كل القوى المدنية. أنا عاوز أبعت رسالة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الآن أنه يجب عليه أن يعيد قراءة المشهد السياسي جيدا، أن الأصوات التي حصل عليها الدكتور محمد مرسي ليست أصوات الإخوان المسلمين. الأصوات التي حصل عليها الدكتور محمد مرسي لم تكن بالضرورة هي اختياره الأول، لكن هو اختيارهم الثاني. فعلى الدكتور مرسي أن يعيد قراءة المشهد السياسي من جديد ويرى في هذه الحقبة المحورية التي نمر بها انه لا وجود لجماعه تستطيع ان تستولي على الثوره. فعلا جماعه الاخوان المسلمين في الثوره كانوا اول اخر من التحق واول من نزل، وهم الذين حصدوا ثمار الكفر، وعلى القوى الثوريه ان تتحد مع بعضها البعض. هذا اولا. ثانيا هناك نقطه شديده الاهميه، هذه النقطه ان المجتمع المصري الان في حاله سيوله. نحن انتقلنا من حكم استبدادي شديد الفساد شديد العناد والخداع إلى حالة من حالات السيولة السياسية والمجتمعية الموجودة. لم تستطيع القوى الوطنية بأي حال من الأحوال إلى الآن أن تقوم ببناء مجتمعاتها السياسية، ببناء مجتمعها المدني أحزابها السياسية. لم نتربى أبدا على قبول الآخر فكريا وسياسيا. احنا استاذ هاني حضرتك طبعا فكره حضرتك وصلت. احنا بنشكر حضرتك جدا. اسمحونا هنكمل حوارنا بس بعد ما نرجع من الفاصل. بنرجع لحضراتكم مره ثانيه مع ضيوفنا ومع صديقتي وزميلتي العزيزه منى. سؤال لدكتور ياسين لاشين استاذ الراي العام بجامعه القاهره. مين اللي هيفرض رايه على الاخر او نفوذه على الاخر، الراي العام ولا القيادات السياسيه المختلفه او التيارات المختلفه؟ هو دائما واستقراء التاريخ بيقول ان الراي العام هو الذي يفرض نفوذه على اي اخر. ففي يعني من ايام افلاطون لما كتب المحاورات بتاعته وكتابه للامير وتوصياته ليه، دائما كان الرأي العام هو سيد الموقف. ولكن من يستطيع أن يسيطر على الرأي العام ويشكل الرأي العام هو الذي يوجه الرأي العام في اتجاه أو آخر. يعني البيضة ولا الفرخة؟ يعني البيضة والفرخة. صعب جدا. بس يعني في النهاية قد يحقق الرأي العام ما يرغبه السياسي بالألاعيب والأكاذيب واستخدام الوسائل بقى الجديدة اللي ظهرت وما كناش نقدر نستخدمها قبل كده في السيطرة على الرأي العام، وإيهام الرأي العام بأن رأي ما هو الرأي السائد وأن رأي ما هو رأي الأغلبية. يعني اللي احنا شفناه امبارح في شوارع مصر واليومين اللي فاتوا كان يدي انطباع للناس بأن الرأي العام يؤيد الإسلام السياسي أو يؤيد مرسي بشكل قوي جدا، لأن الأقلية الأخرى لم تقوم بالتعبير عن رأيها. فأقلية في أي مجتمع نشطة في التعبير عن رأيها يبدو رأيها أقوى مما هو عليه بالفعل، فيتلقفه آخرون ويرددوا هذا الرأي. يعني في كثير من الأحيان تقول للناس إيه رأيك في الموضوع الفلاني، يقول لك كذا، تقول له ليه، يقول لك كل الناس بتقول كده. ده دليل على إن اللي بيسمع رأي بيحب من طبيعة الإنسان إنه كائن اجتماعي، عايز يبان إنه يعني هو أحسن واحد وبيتكلم وبيشارك وجدع ويعني كده، فيبدأ يشارك بآراء سمعها ولم يمحصها. فالرأي الذي يردد أكثر هو الرأي الذي يسمع أكثر، وحرب الإشاعات فيكرر أكثر
فيبدو اقوى مما هو عليه بالفعل. اما اغلبيه الموجوده في الشارع اللي هو نص الناخبين بالاضافه الى النص اللي ما راحش بالاضافه الى ال 35 مليون اللي قاعدين في بيوتهم واللي ما لهمش حق الانتخاب، ده ما بيعبروش عن رايهم. اقليه تتقاعس في التعبير عن رايها، تتقاعس في الخروج كويس، فلا يسمع رايها فيبدو رايها على انه اضعف مما هو عليه بالفعل. بتكون النتيجه ان راي overwhelming the society يعني يسود المجتمع ويبدو على انه راي العام، وده كتير قوي من هبات الراي العام في تاريخ الدول والشعوب يعني false يعني مزيفه، لانه قد استخدم يعني ادوات واستخدمت تقنيه واستخدم علم للتاثير على الراي العام. فمن يستطيع ان يؤثر الراي العام على الراي العام هو الذي يستطيع ان يوجهه. ودي من هنا بتيجي اهميه وسائل الاعلام واهميه مثل هذه البرامج، ان احنا نكشف للراي العام، نخلي الناس ونقول له يعني انا كمصري وانتهز دي اقول للناس اللي ما خرجوش صوتوا عيب عليكم، انتم اللي خلتونا نوصل الى هذه الدرجه، وبقى الخيار ما بين اثنين بس كانوا بيقولوا يعني احلاهما مر، ثم ننتهي الى هذه النتيجه اللي بينقسم فيها المجتمع، لدرجه ان احنا بنعمل حلقات في وسائل الاعلام على الريكونسيليشن اللي هو عمليه التصالح والتصالح المجتمعي والمصالحه المجتمعيه، وازاي هذا المؤتمر يتوقف. المصريين من اكثر الناس القابلين للتصالح الاجتماعي. واديك مثال، لما حد بيخبط عربيه اثنين يخبطوا عربيتهم في الشارع تلاقيهم وقفوا زعقوا مع بعض، وبعدين في الاخر خلاص بصوا بعض وخلاص انتهى. ما نقبلش العوض. احنا شعب طيب بالطبيعه، يعني شعب نميل الى ان نعيش في وئام، لان حضاره 5000 سنه بتنعكس علينا سواء اصله بيرد عليه، فاحنا عندنا هذه الحضاره موجوده فينا، فغصب عننا بتظهر في منى، بتظهر فيك، بتظهر فيا، في الدكتور. فالشعب جاهز للحكايه دي، بس لازم يكون في تنازلات من الذي يفرض سلطته على الناس، ولازم يكون في رفع لمستوى الناس ان تطالب بانك اتنازل لي عشان نقدر نعيش مع بعض. دي مش هتبقى عمليه سهله. طيب هتاخد وقت شويه. طب انا كنت عايزه اسال الدكتوره سرايا، انا هاخد مثل قريب جدا من الاحداث وقريب اقدر اتكلم عنه، هي الحرب الرهيبه اللي دايره دلوقتي على صفحات الفيسبوك. والفيسبوك اصبح هو الحاجه اللي انا اقدر اقول ايه، احنا ممكن يجي في وقت من الاوقات يبقى عندنا هذه المصالحه الاجتماعيه، كل مره اخش على الفيسبوك بحس ان انا تلغي انا كريتر، انا مش قادره، لا ايه اللي ده يعني في قلق، انا بلغي الفكره. ممكن اخش مره على الفيسبوك وامتى اقول لا انا مش بلغي الفكره، لا الفكره دي ممكن ابتدت تتحقق امتى؟ انا عايزه اقول لحضرتك يعني فكره التوحد حول هدف عام دي بتنعكس على الفيسبوك وتنعكس على وسائل، انا عايزك حضرتك تخاطبيهم كمان. يعني انا يعني عايزه اقول انه لو في هدف مشترك عام للمجتمع ما نقدرش ننكر انه ايام الثوره كان في هدف عام عند الفيسبوك. ايوه بنأدي احسن اداء. ما نقدرش ننكر انه ايام ال 18 يوم اجمل 18 يوم في تاريخ مصر للثوره انه اختفت كل ما كنا نعاني منه خلال 30 سنة. كنا نعاني إقصاء، كنا نعاني تهميش، كنا نعاني يعني عمليات انقسام، وفي 18 يوم اكتشفنا غياب كل المظاهر السلبية في السلوك المصري وفي الشخصية المصرية. صح. كان الفيسبوك كله ينطق بالتوحد وينطق بالإمام بالثورة وينطق ده برضو بثورة تاني. لا هي بالتأكيد لا بالتأكيد لو أن هناك مشروع بالفعل مشروع قومي في توحد نحو هدف عام، في محاولة لرفع الاهتمام العام بقيمة الوطن وقيمة المصالحة الوطنية وقيمة اللحظة التاريخية، بأننا يجب أن نتوحد ونعطي لأنفسنا بعد هذه النتيجة التي قد لا ترضي قطاع كبير من المجتمع المصري، ما قدمناش أي بديل آخر إلا أن إحنا ننتظر، نعطي فرصة هؤلاء الجماعة التي سيطرت الآن والتي احتلت أعلى قيادة في الدولة في ظرف 25 يوم، في ظرف شهرين اتضح للناس وللمجتمع وللشعب كله مدى سوء ورداءة الأداء داخل البرلمان، وبالتالي كان رد فعل الشعب المصري هو الرفض التام، واتضح ذلك في التصويت في المرة الثانية أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية. أنا أعتقد أن هذه اللحظة كاشفة ولحظة فارقة لإعادة القوى التي تريد إقصاء القوى الأخرى والتي تريد أن تستأثر، وده أيضا يعطي
برضو الفرصة للقوى الوطنية التي لم تعمل، التي لم تستعد جيدا، التي لم تنظم نفسها، أن تضع الشعب كله أمام مشروع يتوحد حوله الشعب المصري، وأن تقوم بدورها الحقيقة القوى الليبرالية التي صدعتنا تفسيرات وتحليلات ومناقشات قسمت الشعب المصري أكثر مما وحدت. علينا أن يكون هناك توحد في اتجاه مشروع للمصالحة الوطنية لنرى ما الذي تسفر عنه هذه التجربة. هنكمل مع حضرتك بس احنا عندنا تليفونات. الو معانا منى. الو منى. ايوه مساء الخير. مساء النور. بحييكم وبحيي الضيوف. نفسي اقول حاجه وادوني فرصه. اتفضلي. يعني انا شايفه ان الحلقه برضو ماشيه في نفس الاتجاه السلبي اللي كان ماشي قبل كده، الكلام السلبي على الناس اللي كسبت، الكلام السلبي انهم كسبوا بالشاي والسكر والزيت. يعني مش معقول يا جماعه نقعد نتهم الشعب المصري ونتهم 12 مليون انهم مرتشين وخدوا سكر وزيت. حرام الله جزيل اللي من ساعه الاستفتاء بتتقال. انا لا اخوان ولا ليبرالي ولا سلفيه، انا ممكن انتمي للتيار الليبرالي، انما انا شايفه ان في ظلم شديد على التيارات الاسلاميه من ثلاث ارباع وسائل الاعلام، فعلا شوهتوهم بشكل سيء. اسمحي لي يا منى، اولا احنا يا منى اذا سمحتي لي ما شوهناش حد، احنا فعلا احنا بنحترم نتائج الصندوق وبنحترم راي يعني نتائج الانتخابات، لكن لما يبقى في جمهور بيتكلم زي حضرتك كده اولا ما نقدرش نصادر عليه ولا نقول له احنا مع ولا ضد، وايضا لما يبقوا ضيوفنا زي كل الفضائيات في ضيوف مع هذا وفي ضيوف مع ذاك. ثلاثة. أنا بقول لك توحد. اسمحي لي بس أخلص كلامي لو سمحت. تفضلي. أنا خارج التيار الإسلامي، لكن أنا شايفة الصورة بشكل محايد فعلا. يعني من ساعة الاستفتاء والانتخابات مجلس الشعب المرحلة الأولى والثانية والثالثة ومع هذا الإخوة. أستاذة منى، يعني أنت عايزة حضرتك دلوقتي تقول لنا إن إحنا ما نتكلمش؟ الرأي الآخر. اسمحي بس ثانية واحدة، اسمعيني بس، أنا عايزة أقول لك كلمتين. الرأي الآخر ما يتكلمش أو يعبر عن رأيه، وإحنا نسيب الرأي اللي هو مع هذا التيار هو فقط اللي نتقبل تليفوناته، هو فقط اللي إحنا نتكلم معه ونقول آمين، هو فقط ده منتهى ديكتاتورية. وأنا بشكر حضرتك على تليفونك. أنا كنت عايزة أقول لها حاجة كمان مهمة، في فرق بين الانتقاد والتشويه، لا أحد يشوه أحد، لكن في أصوات اتشرت بالزيت والسمنة واتشرت بكذا واتشرت بكذا، ايوه فيه ده مش بقصد التشويه. اتفضل يا دكتور. معانا تليفونات تاني. استاذن حضرتك بس معانا نبيله. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بيك يا نبيله. اهلا بيك يا مفيده، ومساء الخير عليكم كلكم. اهلا وسهلا. انا بس يعني احب يتسع صدركم لمكالمتي. اتفضلي. انا طبعا اول حاجه بهني الدكتور مرسي، وانا بقول لكم بكل امانه انا ما كنتش يعني من الناس اللي مؤيدين الدكتور مرسي، ولكن فرحتي بنجاحه امبارح وانا على سرير المرض لا تقدر بثمن. تساميت عن كل حاجه. ابني من مصابي الثوره، ابني مهندس وكان مرتبه 10,000 جنيه، لا هو ولا احنا اخذنا كيلو زيت ولا كيلو سكر ولا الكلام اللي بيتقال ده كله. احنا ناس عايشين بره مصر 30 سنه وحالتنا الحمد لله ميسوره وكويسين 24 قيراط، ولكن احنا ابني تفاعل، مش تفاعل، ابني كان متفرج، اخذ يوم مجلس الوزراء ودخل داخل مجلس الوزراء وحصل ما حصل، بالرغم من كل الجروح اللي صابتني انا واخوه واسرتنا على اللي جراله، ودماغه اتكسرت 42 غرزه في دماغه وايديه اتشوهت. مهندس تسامينا وعايزين مرحله جديده نتنفس فيها الصعداء ان شاء الله يا فندم. بالظبط. بصي حضرتك يعني احنا متفائلين وممتنين وطبعا مقدرين فرحه حضرتك. استاذه نبيله انت بتتكلمي صح تماما. احنا عايزين نتنفس صعداء، عايزين ننبسط، عايزين نحاول ان احنا نعدي من التجربه دي ونتقبلها. بشكر حضرتك. معنا استاذ وليد، اهلا وسهلا. اتفضل. يا رب مساء الخير. مساء الخير يا فندم. بحييكم بحيي الاسره كامله. انا عايز اقول لكم بس حاجه صغيره، احنا لازم نثق في بعض، لازم نحب بعض، لازم نحترم بعض. صح. يعني حتى لو الفريق شفيق خسر نحترمه ونقدره ونحترم كل الاراء اللي معاه. هو حد اول حد هنا الدكتور محمد مرسي. انا حسيت حضرتك. انا كنت من مؤيد الدكتور مرسي. الدكتور مرسي لوحده مش هيعرف يعمل حاجه،
كل الناس لازم تتعاون مع بعض، لازم نحب بعض يا جماعه. صحيح، برافو عليك يا وليد. هو ده، هو ده يا استاذ وليد. اتمنى صحيح جدا. اتمنى الاساتذه اللي موجوده بس يعني تدي امل للي جاي. صحيح. طب وليد، الدكتور ياسين عايز يتكلم معاك، اتفضل يا دكتور. من كلام وليد اللي بيقول فيه الدكتور مرسي لوحده مش هيعرف يعمل حاجه، لازم كل الناس. فانا لازم كرئيس جمهوريه، كمسؤول عن الجهاز التنفيذي، كوزارة هتيجي، كمجلس الشعب هيجي، أدي لكل الناس الفرصة في أن تساهم، في أن تشارك في بناء مصر، ولا أقصي أحد. وندي لكل الناس إزاي؟ ندي لهم الإمكانيات التي تجعلهم يساهمون. تعالي بص للدول الديمقراطية، مين الدول اللي سيدة فيها الديمقراطية؟ الدول الغربية اللي مستوى المعيشة فيها ما يخليش واحد يبص على يبيع صوته. ما تقدريش تشتري واحد في دولة في امريكا ولا في بريطانيا وتشتري صوته. صح. ليه؟ لانه عايش مستريح. هيقول لك الهند ما هي فيها ديمقراطيه. انت زرت الهند؟ انا زرت الهند وشفتها. واحد يمتلك مقاطعه كبيره جدا بالناس اللي فيها، بالبقر اللي فيه، غني، يمتلكه، غني جدا. وهو ده اللي بيظهر في السياسه، والناس بيروحوا يصوتوا له. ديمقراطيه من نوع اخر. فانا لازم اخلي الناس يعيشوا في مستوى ما يخليهم. عشان كده الدول الديكتاتورية أو الديكتاتورز بيفقروا شعوبهم عشان يرقعوهم، يخليه يحتاج لكيلو رز وكيلو سمنة وكيلو زيت ويقف بالبطاقة. ده في بعض الدول، لاحظتها بعض الدول العربية، حينما تذهب إلى مؤسسة حكومية لكي يعني عشان تقطع بطاقة مستشفى، لابد أن تنحني 90 درجة أمام الشباك، بيعملوا شباك واطي عشان ما تكلميش الموظف وانت راسك في راسه. لا، بتكلمي الموظف اللي هو رمز النظام وانت منحنيه 90 درجه كانك يا دكتور ياسين. ممكن هذا المثل يبقى موجود بس مش موجود للمصريين. مش موجود في مصر. المصريين بعض الدول، بعض الدول العربيه. موجوده دوله جنبنا يعني. بس المصريين لا ينحنوا الحد. احنا بنشكر حضراتكم، معلش وقت يعني بوقت الفقره خلص لجمال الحوار، فانا هاخد من حضرتك كلمه سريعه. كلمه سريعه الحقيقه، برغم اذا كان في ناس زعلانه وناس فرحانه وناس راضيه وناس مش راضيه، الحقيقه لازم احنا نبص لقدام، لانه احنا اول مره في تاريخ مصر الحديث والقديم والمعاصر، بغض النظر عن مين اللي جه انتخبنا رئيسنا، بغض النظر عن ده النجاح الاساسي، ده النجاح الاساسي الذي يجب ان نبني عليه نجاح. ورئيس مدني، ورئيس مدني، ورئيس مدني لمصر. عندنا اول رئيس مدني، يعني الدكتور مرسي، وكلنا وراه. التجربه الحقيقه فيها جوانب ايجابيه كثيره جدا جدا. خلينا نتفائل النهارده، هيبقى في تشكيل وزاري وتتحرك خطوه لقدام. اكيد يعني. نشكر حضراتكم. بعد الفاصل ان شاء الله الفقره القانونيه بتاعت اميره والطلاق للضرر، بعد الفاصل. مساء الخير مرة تانية، وفقرة قانونية. بنتقبل أو بنستقبل كل استفساراتكم القانونية، لكن موضوع حلقتنا النهاردة عن الطلاق للضرر. وأنا مش فاهمة عن إيه الطلاق للضرر، فقررت أن أنا أقصر وأقول يا أميرة الطلاق للضرر. يعني الطلاق للضرر هو الطلاق اللي بتلجأ بيه الزوجة للمحكمة تطلب أنها تطلق لوجود ضرر من الزوجة عليها. والقانون حدد شروط للضرر ده. قال تعريف ضرر يستحيل معه دوام العشرة مع أمثالها. زي يعني إيه؟ يعني الضرر، لا استني قبل، زي إيه؟ يعني الضرر ده معياره أني ما أقدرش أتحمل العيشة. أوكي. وما أقدرش أتحمل العيشة أنا وأمثالي، وبالتالي معياره نسبي جدا. هتقولي لي يعني إيه؟ أقول لك يعني مثلا لما تروح أستاذة في الجامعة وتقول للقاضي أنا اتضربت ألم واحد. أوكي. فالقاضي بحكم طريقة تفكيره وان دي استاذه في الجامعه، الوسط الاجتماعي والوظيفه اللي بتشغلها وكذا وكذا، يقول فعلا استاذه الجامعه دي لو اتضربت الم ما تقدرش تكمل حياه مع جوزها. بينما للاسف عندما تروح تذهب سيده فقيره للقاضي، او في قريه، او في حي شعبي بسيط، اللي هو هذا الحي بصرف النظر عن القبول او الرفض في السلوك الاجتماعي، الرجاله بتضرب الستات. فتروح تقول له انا جوزي ضربني الم، القاضي يبقى في دوام العشرة بين أمثالها ممكن تخلي بعض القضاة يرفض تطليقها باعتبار أن هذا الضرر الذي وقع عليها، وفي ضرر فعلا، لكن أمثالها تقدر تعيش معاه، يقدروا يتعايشوا معاه. وعشان كده كمان ساعات تيجي ست تقول لي
انا عايزه ارفع قضيه طلاق للضرر لان جوزي بيسيء معاملتي بقالي 20 سنه. فاقول لها القانون بيقول ايه؟ يستحيل معه دوام العشره. يعني انا ما اقدرش اعيش مع الضرر ده، انما اذا عشت مع الضرر ده 20 سنه يبقى خلاص. يعني اخر حاجه اخر وقت للطلاق للضرر ده 5 سنين مثلا؟ لا مفيش اخر وقت، مفيش اخر وقت. في اروح اقول يعني ما ينفعش بعد 20 سنه اجي اقول طلاق للضرر؟ لا، ممكن اقول بعد 30 سنه، ممكن بعد اي حاجه، بس اقول ايه؟ الضرر الذي حدث امس، مش الضرر اللي حصل من 10 سنين. ما جيش اقول والله ده جوزي بقاله 30 سنه ما بيصرفش عليا. في قد تطلق، لكن في النص يتحمل فكره طب ما انت بقالك 30 سنه، او جوزي بقاله 30 سنه بيضربني، او جوزي بقاله 30 سنه بيشتمني. طب ايه اكتر الحالات اللي ممكن القاضي يوافق عليها لو سمحها من المراه لما تقول له الطلاق للضرر؟ ايه اكتر؟ لا، برضو هقول حاجه قبل اكتر الحاجات. هقول انه زي ما قلت كده معيار الضرر ده نسبي جدا، نسبي بحسب الطبقه الاجتماعيه وحسب عمر الجواز وحسب وظيفه الست وحسب اهلها وحسب كذا. اوكي، بيثبت ازاي؟ ماشي. الطلاق للضرر لا يثبت الا بشهاده الشهود اساسا، او اشياء. يعني مثلا لما اروح اقول والله جوزي ضربني، لو رحت قدمت حكم في المحكمه، حكم من محكمه الجنح حكم عليه بانه ضربني وعاقبه بالحبس، خلاص ده دليل. طب لو ما فيش الدليل ده يبقى لازم اجيب شهود. الشهادة في الطلاق للضرر فيها شيء مهم جدا وصعب جدا. ايه بقى؟ لازم اما اروح اقول انا جوزي ضربني، يعني في ست تيجي تقول لك مثلا ايه، انا جوزي بيضربني في اوضه النوم، محدش شاف. طب هجيب شهود منين؟ تقول لي يعني اجيب شهود منين؟ حد هيخش معايا انا وجوزي اوضه النوم؟ اقول لها القاضي ملوش دعوه بيك انت وجوزك في اوضه النوم. الطلاق للضرر يستوجب شهود يكونوا شافوا الضرر. يعني ما ينفعش اجيب شاهد يقول اميره قالت لي انها اتضربت، ما ينفعش اجيب شاهد، لازم تتشاف ان هي حصل لها الضرر. الاخطاء الشائعه في الشهاده اللي عاده بتبوظ قضايا الطلاق للضرر، تيجي واحده تقدم 2 شهود يقول لك هي قالت لنا انها اتضربت، باباها قال لنا انها اتضربت، شفناها مضروبه مزرقه، شفناها مزرقه، شفناها واخده بنيه في وشها، ماشي في حد ادها بنيه، لكن مين اللي قال؟ فالشهاده في الطلاق للضرر لازم تبقى شهادة مباشرة، لا هي سماعية ولا هي منقولة. طيب. يعني مش سمعت ومش حد قال لي. اسمح لنا نقف لغاية هنا في حوارنا ونكمله مرة تانية، بس لما ناخد تليفوننا من فايزة. أهلا أستاذة فايزة، تفضلي. يوت أنا أسفة جدا، استنيتي كتير، أنا أسفة مرة تانية، من فضلك يعني ارجعي كلمينا مرة تانية، تفضلي. أكمل. إيه أبرز أنواع الطلاق للضرر اللي في ده؟ الطلاق للضرر ده ممكن يعني مثلا في سيدة طلقت للضرر لأن جوزها ما بيكلمهاش. أثبتت إن الراجل جوزها ده قاعد ما بيكلمهاش يا مفيدة، لا يتخاطبها. أيوة احكي لي يعني. يعني راجل بيرجع من الشغل ياكل، ما بيقولهاش شكرا، ما بيقولهاش مساء الخير، بيقعد على زي الطوبه على الكنبه لغايه ما يخش ينام ويخش ينام. طب استني بقى عشان الحكايه دي ما تقطعش، ناخد فايزه عشان بقى لها فتره طويله. اهلا يا استاذه فايزه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فايزه. بقول لحضرتك انا اختي طبعا هو جوزها كان بيضربها والشارع كله شاهد يعني. وقعدت سنه طبعا بعيد عن البيت، تقعد عند اخواتي عند اختي شويه وعندنا شويه، بس طبعا ما لهاش مكان تقعد فيه. وهو حارمها من الولاد ومنحها تصفهم ورفعت قضيه عند واحد يعني مرتحي، خد القضيه حجزها سنه وقال لها في ايه الخلع حرام. هي دلوقتي بتبدا في الاجراءات من جديد، ايه اللي تعمله؟ بترفع خلع ولا طلاق للضرر؟ لا خلع، لان هي هو بيقول لها ما ينفعش الا خلع دلوقتي، بس كله شاهد ان هي بتتضرب، كل شاهد. ما هو بصي، اذا كانت بتتضرب بس بقالها اخر مره، انا اسفه في التعبير، اتضربت من سنه وما رفعتش قضايا وقتها وما عملتش محاضر، لا يبقى انا انصحها ما ينفعش ترفع طلاق للضرر، هي ترفع خلع، تروح عند محامي يبدا اجراءات الخلع ويتبعها بنفسها. يا جماعه برضو انا عايزه اقول نصيحه لكل الستات اللي بيرفعوا قضايا. انا بحترم طبعا كل الاساتذه الزملاء المحامين والمحاميات، في بعض الناس بتقول وديت القضيه للمحامي وسابني سنه او نسيني او ما رفعهاش، ما حكى جلدك مثل ظفرك. كل واحده بترفع قضيه او واحد بيرفع قضيه يتابع مع المحامي بتاعه، دي حاجه لا تنتقص من قدر المحامي ولا من الثقه فيه. يعني ما حدش يسيب قضيه عند حد لمده سنه ويرجع يقول ما رفعهاش. فاختك ترفع قضيه خلع لان الضرر الذي حدث قبل سنه ولم يثبت بشهاده الشهود او هيجوا يقولوا كان بيضربها من سنه خلاص. ما بشكرك يا استاذه فايزه، ناخد تليفون تاني.
رندا او انا مين؟ مين انا مين؟ رانيا. اهلا وسهلا استاذه رانيا اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا رانيا. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انا كلمتكم قبل كده. احنا مبسوطين بيكي. قولي لنا يا رانيا ايه مشكلتك؟ المشكله انا كنت قايله للاستاذه اميره اللي انا كنت عامله تمكين واتحفظ وكده. فانا رحت الاسبوع اللي فات عملت اكر مسكن واكر حضانه عشان مش طليقي مش عاوز يديني حقي في الشقه وكده، عاوز ياخد الشقه من غير ما يديني اكر مسكن. وبعدين؟ فبعدين انا رحت عملت اكر مسكن وكده، بس قالوا لي تبعتي الجواب ليه اللي انت تعرفيه اللي في قضيه مرفوعه ليه. فانا الصراحه ما بعتهوش، خايفه لما ابعته يروح هو مكسر لي الشقه ومكسر يعني باب الشقه ويدخل يقعد على عفشي عشان عفشي جوه الشقه. فانا كنت عاوزه اشوف مش رأيك. فاهمه مش فاهمه يا رانيا، يعني انت دلوقتي رفعتي على طليقك قضيه اجر مسكن حضانه. اه القانون بيفرض عليكي ان انت تعملي له اعلان. اه اذا ما عملتلوش اعلان او عملتي له اعلان بعد الجلسه او ما بعتلوش هيبقى القضيه اجراءاتها باطله. فعلى عليكي انك تلتزمي باجراءات القانون. اجراءات القانون فيها ان انا لازم اعلن المدعى عليه. انا خايفه ابعت له يجي يكسر الشقه عشان كسرها قبل كده. بصي يا حبيبتي انا ما اقدرش اقول لك حاجه في خصوصيه انه يكسر الشقه ولا لا، لكن اللي اقدر اقوله لك يقينا انك اذا ما اعلنتيهوش بالقضيه هيبقى القضيه باطله والحكم باطل، فيبقى ولا كانك عملتي حاجه ولا كانك يا ابو زيد ما غزيت. يبقى لازم تختاروا. بشكرك يا رانيا. لازم تختاريه طبقا للاجراءات القانونيه. ما ناخد عم احمد. اهلا وسهلا عم احمد اتفضل. ام احمد انا اسفه. اهلا وسهلا. اهلا ام احمد اتفضلي. ام احمد سمعتها عم احمد. طيب أوكي. مش موجوده. اكملي كملي لي بقى ان هي اخذت طلاق عشان ما بيكلمهاش. اثبتت بشهاده الشهود قالوا احنا كنا جيرانها. احنا بنروح لها البيت في اي وقت، لو دخلنا لو الصبح لو الليل لو هو موجود لو اجازه لو عمرنا ما سمعنا صوته، عمره ما كلمها ما بيكلمهاش، فبالتالي ما بيكلمهاش فمفيش اي حياه بينهم. هو بيرجع من شغله ياكل ويقعد يتفرج على التلفزيون، لا بيقول لها صباح الخير ولا تصبحي على خير ولا اي حاجه. فالمحكمة طلقتها. ده ضرر يستحيل معه دوام العشرة. كانوا متجوزين بقالهم كام سنة؟ ده فضول بس مني. لا سنين بس، ما واضح انه جه في الاخر. الحالة استفحلت يعني بالصمت الرهيب. بالصمت ماشي. ها في الصمت ده ضرر. طيب. الضرب. طب الشتيمة. ممكن اخد سماح؟ اتفضلي. سماح من القاهرة اهلا وسهلا اتفضلي سماح. الو. اهلا وسهلا. سماح. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. هو حضرتك انا اخويا مراته رفع عليه قضية طلاق للضرر. تمام. اتضرر بقى اللي هو ايه؟ عدم المؤشرة الجنسية من بعد ما خلفوا ابنهم الاولين اللي هو بقاله كام سنة؟ 5 سنين. أوكي. وهي يعني قبل ما المشاكل تحصل مثلا ب6 شهور كانت بتعمل تحاليل حمل في كذا معمل. فده نثبته ازاي؟ تثبتي ايه؟ خليني اقول لك الاتي. عملت تحاليل حمل. خليني اقول لك يا سماح الاتي. هي عليها الاول تثبت يعني في الطلاق للضرر على الزوجه ان تثبت وعلى الزوج ان ينفي. فاذا هي قالت انه ما فيش معاشره بينهم لمده 5 سنوات سابقه على رفع الدعوه، عليها هي تقيم الدليل. هي اذا جابت شهود نشوف هيقولوا ايه، اذا قدمت مستندات نشوف هنقول ايه. بعد ما هي تقيم الدليل انتوا عليكم تنفوا الواقعه. اذا هي عجزت عن اثبات الواقعه بشهاده الشهود او بمستندات طبيه او بكذا، يبقى انت مش مطلوب منك لا تنفي ولا تعملي. هي الاول تثبت. طب وهي تثبتها ازاي؟ انا ماليش دعوه بقى، محاميها هيثبتها لها ازاي ما اعرفش. طيب ولو سماح طب ولو ثبتتها ما هو بقى. لا في حاجه ثانيه يا سماح. سماح يعتمد على هتثبت ازاي واقتناع القاضي بال يعني. هو انا ممكن اجيب شاهد، انا ممكن اجيب شاهد المحكمه اقول انه هو جاي يشهد على انعدام المعاشره بين فلانه وجوزها. هيعرف ازاي يعني؟ الا اذا راح شهد وقال انا سمعت من الزوج اقرار بكده. طب في حاجه تاني. اتفضلي. هي رفعت عملت محضر ان هو سرق ذهبها وسرق المنقولات وطردها من البيت.
وكل ده حصل. ما فيش المحضر ده، المحضر ده مقصود منه حاجتين، مقصود منه انها تاخد قرار تمكين من الشقه، ومقصود منه انه يحول لجنح التبديد عن القايمه. هو مش كاتب قايمه. خلاص يبقى نبدا بالاتي، طردها من الشقه هتحاول تاخد محضر، هتحاول تحصل على قرار تمكين من النيابه. هو يعمل ايه بقى؟ ما هو ما طردهاش اساسا. ايوه انا موافقه، هي دي نصايح المحامين يا سماح. اه روحي اعملي محضر انه طردك من الشقه عشان تثبتي ان دي شقه الزوجيه، عشان بعد الطلاق تتحول لشقه حضانه. اه فهي المحضر ده هتمشي فيه كمحضر حيازه لغايه ما تاخد قرار تمكين. طول ما هي زوجة هتاخد قرار تمكين مشترك، إذا خدت قرار تمكين مشترك ثم طلقت أو خلعت هيتحول لقرار تمكين منفرد. بنشكرك يا سماح، ناخد أخ تليفون معلش عشان عندي تليفون كتير. شيماء، أهلا وسهلا شيماء، اتفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. يا سماء يا شيماء. شيماء أنا سامعاكي. أنا دلوقتي متجوزة بقالي 8 شهور. طب ما تعلي صوتك شوية. ها؟ متجوزة بقالي 8 شهور. Okay. بس يعني بعد الجواز احنا بصراحة ما سألناش عليه ولا سألنا على عيلة ولا كده. بس بعد الجواز اكتشف لي وضع غير وضع خالص. غير يعني مستوى الاجتماعي في الحضيض، وانا مستوى الاجتماعي مقبول. ده كل ده ترتب على المعاملة اللي بيعاملها، ضرب وإهانة وبخل، ويعني أسوأ كل حاجة مش كويسة بيعملها معي. انا رفعت قضية. قضية ايه؟ طلاق. بس هو مش عايز يطلق. خلاص انت رفعتي قضية ايه؟ طلاق للضرر؟ لا لسه، انا المحامي بيقول لي طلاق للضرر زي ما حضرتك لسه قايلة من شوية، صعب اثبات شهود ان هو ضربك. ان هو امال رفعتي قضية طلاق لايه؟ قلت للمحامي ان انا عايزة اتطلق. ايوه قال لك هيرفعها لك طلاق لايه يا حبيبتي؟ للضرر. طب ما خلاص يبقى هو هيرفع لك قضية طلاق للضرر. طيب ازاي انا هثبت بقى؟ ما هو اذا ما عرفتيش تجيبي 2 شهود يثبتوا ان ضربك قصادهم او شتمك قصادهم او اساء معاملتك قصادهم مش هينفع. او مرضيش يدفع لها فلوس قصادها. لا ما هو الدفع الفلوس ده ضرر. البخل ده، ما هو البخل ده نسبي. معلش اسمحي لي، يعني ايه بخل؟ يعني بخل يعني ما بيصرفش علي. ما بيصرفش عليكي، انت رفعتي عليه قضيه نفقه. اه بس لسه ما خدتهاش. كويس، لكن ده مش كافي في حد ذاته للضرر. إذا عايزة ترفعي قضية طلاق للضرر لازم تجيبي شهود يشهدوا إنه كان بيشتمك أو بيسيء معاملتك أو بيضربك أو بيهزعك قصادهم. غير كده مش هتكسبي القضية. بس يا حبيبتي شكرا لك. احنا بنشكرك. أنا بعتذر على كل التليفونات الموجودة، احنا عندنا تليفونات كتيرة جدا، على وعد إن شاء الله إن الأسبوع الجاي مكملين في نفس الموضوع طلاق للضرر. من واضح إن حضراتكم عندكم استفسارات كتيرة جدا. بشكر أستاذة أميرة، بشكر حضرتك. حضرتك مش بتحضري معانا المطبخ. لا بعد كده المطبخ فيه عندنا مقلوبة. مطبخنا فيه مقلوبة، ونورهان من القاهرة هي اللي هتعلمني أنا ومنى طريقة المقلوبة. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الاثنين فعليه بالقرآن. مولاي. جمعية الحصري لتعليم التجويد وتحفيظ القرآن أقامت احتفالية لتخريج دفعة جديدة على طريق النور. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. النهاردة إن شاء الله بنحتفل بالخاتمين والخاتمات. عندنا 60 طالب وطالبة أتموا حفظ القرآن في خلال هذا العام الدراسي من شهر 10 لحد النهاردة، وحصلوا على سندات. السند ده عبارة عن بتقول إن قراءتي صحيحة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ده نور ربنا وكلام ربنا،
فاللي بيمشي في طريق ربنا ربنا بيسهلها له قوي قوي قوي. كل ما بتقربي للقرآن بتقربي أكتر، ولو بعدتي شوية بتبعدي أكتر. نصيحة لكل واحد عايز يبتدي، أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ولو أخلص النية لله ربنا سبحانه وتعالى هيساعده. وبعدين يبتدي منين؟ يبتدي من هنا من الحصري أو أي مقراءة تانية، بحيث إن هو يتعلم الأول التجويد قبل ما يبتدي الحفظ، يتعلم التجويد، وبعد ما يتعلم التجويد يبتدي الحفظ، لأن اللي بيحفظ على غلط من غير تعليم تجويد بيفضل معلق مع الغلط. حفظ القرآن وتعلم أحكامه مش مرتبط بسن، ودايما قدامنا الفرصة موجودة عشان نعقد النية ونحط رجلينا على أول الطريق. شيخ سألوني وأنا جاوبت إجابة صحيحة عشان كده خدت دي هدية. أيوة، إيه بقى سألوك عن إيه وجاوبت على إيه؟ يعني مثلا سألوني فما يعمل النون ساكنة حكمها جه بعدها ايه وحكمها ايه، قلت بقى ايه النون ساكنة جه بعدها ايه حكمها الإدغام، وقلت الآية كاملة. ماشي. عندنا في الأول 10 قراء كبار احنا اللي بناخد منهم السند، 10 كل قارئ ليه راويين. فأشهر احنا قراءتنا في مصر احنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم، رواية الإمام حفص عن قراءة الإمام عاصم. الإمام عاصم ليه قراءة تانية اللي هي شعبة، في ناس برضو كرمت بشعبة، وفي قراءة تانية زي نافع ليه قالون وورش وكذا ابن كثير والدوري وكده. قراءة القرآن عايزة النفس الطويل، فدايما اللي جاي ده مستعجل تعرف ان هو حياته بسرعه بسرعه بسرعه، لو ما انجزش حاجه صغيره بسرعه مش عارف يكمل. فاحنا اللي بيجي يحفظ القران ده دي الخطوه الاولى، هو حط رجله على اول الطريق، انما هو بقيت عمره كله هيطمنه في حفظ القران. بيجي الاول يتعلم احكام التجويد، يبدا يحفظ جزء، الجزء يجيب جزء، الجزء يجيب جزء. انما هي لو جايه متهيئ لها ان هي في خلال شهر هتتعلم احكام التجويد وتحفظ وتاخد سند، طبعا هتفاجئ ان الموضوع مش كده، مش هتعرف تكمل. ألوذ به إلاك يا سندي. شعيب سي بي سي. مطبخنا النهارده منور ونورهان صديقتنا من القاهره، ونورهان هتعلمنا طريقه عمل المقلوبه، ودي حاجه اعتقد انها اكله فلسطيني لان هي جزء او هي جزء منها فلسطيني. لا هي فلسطينيه اكله. وانت فلسطينيه كله على بعضه، انت اللي جزء منك فلسطيني. لا كله فلسطيني، ماما وبابا. وكمان اهلا وسهلا. اهلا بيك واهلا بيكي في برنامجنا. اهلا بيك. وممكن قبل ما نبتدي اي حاجه وحوارنا مع بعض تقولي لي ايه هي المقادير عشان نبتدي كل اللي عايز يطبخها معانا يبقى عارف. المقادير هنجيب كوبايتين رز منقوع، بس بنبقى سايبينه منقوع ساعة قبليها، وبعد كده بنجيب كوبايتين شوربة. الشوربة بعد ما نغلي، بعد ما نسلق اللحمة. قاري المقادير بس الأول وبعدين نشرحها معانا. كوبايتين رز منقوع وكوبايتين شوربة وطماطماية كبيرة وبنقطعها شرايح، وست فصوص ثوم، وبصلة كبيرة، وبتنجان رومي، ومعلقة بهارات، وملح وفلفل، ونص كيلو لحمة، واربع معالق زيت ذرة، ونص كوباية حمص مسلوق. تمام، اتفضلي معلقك اهي في ايديكي. من اصغر ضيوفنا اللي جم يعني عندها 19 سنة مش كده؟ 19 سنة. وبتعلم طنطها كيفية الطبيعة. انا فخورة فخورة بالاحساس ان انا بتعلم، انا متقبلة جميع الاعمار. طاسة سخنة؟ لا، حطي كده بالراحة 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 بالراحة. اوكي، اسخن لك هو ده زيت ذرة بس عشان هنشوح. حطي كتير كده؟ عشان هنشوح بس البصل والثوم. طيب اوكي، عبال بس ما الرز والحاجات التانية تستوي. بالراحة بقى عشان احنا بقالنا فترة عشان نتعلم. طب ايه حطيها خلاص، ما هو ده حطي بقى البصل والثوم. طيب. انتوا طبعا معروفين باكلكم الحلو، بس قولي لنا مين علمك الاكل الحلو بقى يا نورهان؟ لا، هي انا بقف مع مامتي في مطبخ كتير. لا يا بيبي، ده انا هقول لك بقى حاجة حلوة. حتى جنبي مرة واحدة. ايه رايك؟ طب مش هنخلص، انت المفروض تستني شويه ان الزيت يحمى ولا هو هيحمى مع نفسه؟ طب ماشي اوكي. الاكل فلسطيني بس ولا بتتعلمي الاكل المصري بقى؟ لا، ما على حسب يعني انت مود جاي بتطبخي ايه النهارده. تعملي يعني اكل ايه؟ يعني بيتكم مصري ولا كله اكلات فلسطيني؟ لا، شويه كده وشويه كده. ايه بقى شويه كده؟ ايه؟ لا يعني في مقلوبه إيه؟ وفي مفتول. هو ده ايه المفتول ده؟ المفتول ده يعني انتوا بتسموه عندكم بتهيألي في مصر الكسكسي. بس لا، احنا عندنا بيخني وحاجات كتير كده مش. طب ايه الاكلات المغرب؟ ايه الاكلات المصريه اللي بتحبيها؟ ملوخيه. ماما بتعرف تعملها؟ لا. ماما بتعرف تعمل كل حاجه الحمد لله. بس اكل مصري يعني ايه؟ بتعرف تعمل ملوخيه وايه تاني؟
لا كله ملوخيه بقى وفته، عندنا فته ومحشي، فته ومحشي طبعا، او كل الحاجات دي. وايه الاصعب يا نوران يعني، او ايه الاسهل بالنسبه لك، الاكل الفلسطيني تعودتي عليه ولا الاكل المصري سهل؟ لا ما هو الاثنين سهلين، بس اما تحسي ان اكل فلسطيني اكل اكل يعني، انا بخش انا جعان عايز اكل اكل، أكل. هو ده بالنسبه لك اللي هو اكل مزيكي ده؟ احنا عايز تشتغلي ايه هنا؟ احنا هنجيب بس عقبال ما الحاجات ان شاء الله. اوكي لا هنا ممكن. اوكي تمام. وانا عملت ايه اصلا؟ نورهان ليكي اخوات؟ انا اكبر واحده. أوكي. عندي ثلاث بنات غيري وولدين. ربنا يخليهم. احنا عشان نلحق بس وقتنا، انا عشان وقتي تعالي بقى ايه، هتحطي هنا حاجه؟ طب يلا يلا ابتدي. طب تعالي كده يا بيبي، يعني المصفى كلها ممكن، وانا ايه هجعلها لك كده. ايوه نشتغل اساعدك يعني، انا حقيقي انا اللي هاخد كل ريحه البصل. يا منى هتاخدي ثواب بقى. ميرسي كتر الف خيركم والله والله مش عارفه اقول لكم ايه، انا لبسي كل يوم بقى ريحته بصل. احنا هنا بنحط رز الاول. اوكي بعد كده هنحط شرايح طماطم احنا مقطعينها. انت بتعمليها كده في الحله؟ ها من غير اي، ما بحطش على لا 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 زبده ولا تمام. حط الطماطم كده. قولي واحنا داخلين على رمضان الكريم بقى، شهر رمضان الكريم، اشهر اكله عندكم ايه يا نورهان؟ ما احنا عندنا اكتر اكله مشهوره مقلوبه، هي دي اللي بتتعمل في اول يوم في رمضان. وانت انت قلتي لي بتدرسي ايه؟ سياحه انجلش سنه اولى لسه هنا في مصر. وعايز تبقي ايه، مرشده سياحيه؟ لا ما انا دخلت سياحه انجلش عشان ما دخلت ان انا كنت عايزه ابقى ممثله وحاجات كتير كده. يعني حاجه للشهاده بس مش عشان تشتغلي بيها. يعني ايه العلاقه؟ سياحه بماكينه لغه وبعدين، بس هي رغبتها. لا عشان يعني مامي في البيت اللي هو لا انا بنتي مش تبقى خريجه معهد سي مثلا فنون مسرحيه او معهد سينما، مش كفايه. عايزه موهبه وده حته انك تبقي ممثله. حد شايفك وقال لك والله انت عندك الموهبه، انت عندك الاتيتيود؟ انا مسرح بقى لي 4 سنين والله. ده انا حاجه اكملها. طيب ايه الطبقه اللي بعد كده هتبقى ايه؟ هنجيب بعد كده عشان كده النهارده هحط الثوم من الكاميرا. يعني احط الثوم دلوقتي؟ الثوم احطه زي ما هو كده حتت؟ كله اوكي كده. يبقى انا حطيت ادي البصل والثوم زي ما هو حتت كبيره، وبعد كده هنحط ايه؟ بس احنا هنستنى ده بس لحد ما يتشوى، عشان نحطه معاهم. اوكي في الاثناء دي، هي بتحضر الحله علشان تعمل فيها المقلوبه. حطت جزء رز، وبعدين بعد كده اللاير الثاني طماطم، وبعدين اهي بتحط البتنجان، وبعد ما تخلص البتنجان اعتقد هتحط البصل بعد ما يتشوى. هو لازم يسمر قوي ولا ممكن لا يتشوى؟ يعني انت زي ما انت لا زي ما انت تحبيه، يعني على حسب انت بتحبيه. عندنا في مصر انه بنعملها بالقرنبيط المقلوبه بتاعتنا هنا في مصر بالقرنبيط. ناس تعملها بطاطس وبسله ومش عارفه حاجات كتير، وجزر حلقات جزر بتبقى شكلها حلو قوي. الاردن بتعمل ايه؟ شايف محمود بتعمل ايه في القرنبيط؟ اوكي سوري سوريا بيعملوا بتنجان. احنا هنا الحمص هنحطه مع الرز. انت بتعملي ايه؟ الحمص هنحطه مع الرز عشان يبقى ده اللاير الثاني. صح صح. اوكي طيب انا يعني اعتقد كده تشوح معقول البصل. فانت لو حبيتي انك تاخدي وتحطي لاير منه انا ما فيش عندي مشكله. طيب اعملي بقى، انا ساعدتك لغايه كده. هجيب لك معلقه، خدي معلقه كده بالظبط. اوكي بنفرده يعني برضو زي الطماطم والبتنجان بس بصراحه. يعني هي الموضوع كلها طبقات. وبعد ما بخلص الحله بعمل ايه بقى؟ بتقلبيها. بقلبها واقوم ايه؟ وبس وتشيلي الحله بقى من فوق. لا انا بعد كده هحط الشوربه واخليها تاخد سوا. اوكي وبعد ما تستوي على خالص. بعد ما تستوي. طيب اوكي خلينا. بس عارفه طريقه بالنسبه لي جديده قوي، احنا في مصر بنشوح البصل والحاجات دي كلها مع اللحمه. احنا مش هنحتاج لاير تاني بصل صح؟ لا خلاص خلاص اوكي خليني اقفل ده. يلا عشان ايه اللحمه والحله بتاعت المقلوبه يا جماعه بتبقى حله خاصه جدا، لازم تبقى دغري كده علشان هتقلبي الحاجه زي ورق العنب وزي بيبقى قالب يعني، فلازم تبقى ستريت كده. اوكي طب انت دلوقتي حطيتي الجزء ده للحمه، هي اخر حاجه قبل ما تحطي الرز؟ ولا اللحمه اول حاجه؟ لا لا اللحمه عشان يعني انت على حسب، هي بتتعمل عامه بفراخ او لحمه. اوكي فانت ممكن تحطي اللحمه في اخر طبقه خالص، او تحطيها البتنجان يعني البتنجان يبقى فوق اللحمه، على حسب انت عايزاها ازاي. طيب. او بتحبيها عشان عايزة. نلحق الرز انا شم ريحه. احنا عندنا هنا بنحب اللحمه على الوش. انت كده بقى بتعملي الحمص مع الرز ده الطبقه الاخيره. اوكي قبل ما احط الشوربه. يعني انا بفهم كده يعني.
اقلبي المصفى ممكن على طول طالما متصفيه من الميه. ايه رايك في الفكره دي؟ ما ناقص غير البهارات، نعمل فيها ايه؟ هنحطها في الشوربه اسهل يعني. احطها في الشوربه احسن؟ بهارات. اوكي اقلبها. تمام اوكي. خدي بقى كده تمام. نسقيها حبه حبه ولا احطها كلها مره واحده؟ كده تلفي إيه كده كل حاجه مستويه يعني. هنا بتبقى مقادير على حسب الرز وال... يبقى كده اللي انا شايفاه عشان كله اللي بيتعلم معايا الموضوع ده الواضح جدا ان الميه يا دوبك مغطيه على خفيف صح. هي قد الرز بتبقى يا نورهان الميه؟ نورهان نورهان انا ما اقلبش اي حاجه. استني اوطي النار. نورهان انا المفروض ان انا ايه؟ هاتي الغطا. ما اقلبش بقى خلاص. خلاص لا خلاص انت بس طيب. يعني لو دول انت قلتي ده كوبايتين رز ولا كوبايتين؟ هي مثلا حسب انت عامله كيلو رز، الكيلو بيبقى عامل 4 كوبايات رز، فهتعمليها على حسب الشوربه بتاعه اللحمه. اوكي بس طبعا بعد قد ايه باخد يعني الوقت على حسب ما يستوي بقى يعني. انت الرز كل شويه تيجي تشوفيه اللي هو البوتاجاز بيبقى عالي شويه، بواحده واحده بتبتدي تهدي عنه. وبعد ما تستوي خالص او ما انا جايبه طبق زي ده واقوم قلبها وتطلع المنظر رائعة الاخير بتاعت المقلوبه بتاعت نورهان الصديقه الفلسطينيه اللي منورانا النهارده. بشكرك حبيبتي. ميرسي ميرسي جدا. بالتوفيق ليكي وبالتوفيق ليكي في الكارير بتاعك كممثله. انت حابه تجربه المسرح؟ ما انا حباها. ما انا عارفه انك بتشرفي حباها. لا ما انا حباها، ما كان نفسي تبقى دي دراسه عامه بس طبعا صعب جدا. عشان كده بقول لها انت مش قلقانه من الكاميرات عشان وقفت قدام الجمهور فعندها يعني لا. ولا خايفه وانت جايه هنا النهارده؟ لا عادي، لو حاجه شويه حاجه حد بيحبها. لو انت بتشتغلي دلوقتي في مسرح الدوله اعتقد؟ لا هي مسارح تبع الكليه يعني تبع الجامعه عندنا. يعني انت بتعملي حاجه تبع جامعه مش شغل خاص بتاعك؟ لا 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 انا افتكرت بروفيشنال. لا بس بنتمنى لك التوفيق ونورتينا النهارده. تسلمي يا نور، تسلمي ايدك المفيده. وشكرا لحضراتكم وبكره وحلقه جديده والستات ما يعرفوش يكتبوا.